السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم مع بعض عن تفسير حلم رؤية ضياع البنت الصغيرة في المنام. تدل الرؤية على مدى تعلق صاحب المنام بالطفلة أو البنت في الحياة الواقعة، ويظهر أيضا مدى خوفه عليها من الأشخاص المحيطين بها. بالنسبة لإيجاد الشخص المفقود أو البنت الضائعة في المنام، يوحي بالخير للرائي وإيجاده لذاته للسير في الطريق الصحيح الذي يساعده على تجاوز كافة العقبات وتحقيق أهدافه. من رأى في المنام أنه يسير ومعه ابنته أو أخته ورآها قد ضاعت منه ولم يجدها في المنام، فإن ذلك يرمز إلى انقطاع الأمل بخصوص أمر هام في حياة الرائي. والله أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.